مرحبا مشاهدينا الكرام على قناة الشعب، قناة شوف تي في، في هذا البث المباشر مباشرة معكم من أمام من قلب ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في أثناء تفوق فريق الجيش الملكي على نظيره فريق الدفاع الحسني الجديدي بجوج الصفر في مقابلة يعني ماشي سهلة، مقابلة قوية مشاهدينا الكرام. كده تشوفوا يعني غياب الجماهير العسكرية، غياب الجماهير العسكرية مشاهدينا، غياب الجماهير العسكرية مشاهدينا الكرام على هاد المقابلة. كده تشوفوا مشاهدينا الكرام عدد قليل من الجماهير العسكرية هي اللي توفدت إلى مدرجات مركب مولاي عبد الله، القليل ثم القليل من الجماهير العسكرية هي اللي توفدت على مركب مولاي عبد الله مشاهدينا الكرام. كده تشوفوا الكورفاتشي خاوية، الكورفاتشي خاوية على عروشها، ملوك المدرجات الآن يعني مقاطعوا هذه المقابلة. كده تشوفوا مشاهدينا الكرام فعلا نحتاج إلى فعلا ولفنا الجماهير العسكرية، ولفنا ديك كي تنقولوا ديك الفرجة اللي تنشوفوها على المدرجات. يعني نتصوروا لو كانت الجماهير العسكرية حاضرة الآن وفريقها متفوق بجوج صفر يعني على فريق يعني الجيش الملكي، يعني أكيد كنا نشوفوا لوحات فنية في هذا على هاد المدرجات اللي عودونا كيعطيونا الفرجة. كي تشوفوا مشاهدينا الكرام من قلب مركب مولاي عبد الله مشاهدينا الكرام، يعني غياب الجماهير العسكرية في هذه المباراة. تشوفوا مشاهدينا الكرام قليل من الجماهير اللي حاضرة في الأثناء، شوية الجماهير اللي حاضرة. قليل من الجماهير العسكرية اللي حاضرة مشاهدينا الكرام واللي تتفاعل مع أطوار هاد المقابلة اللي تتقدم فيها فريق الجيش الملكي بهدفين لصفر أمام فريق الدفاع الجديدي، الفريق الدكالي يعني تنشوفو مأزم في قلب العاصمة الرباط. اللي تشوفوا مشاهدينا الكرام قليل من الجماهير العسكرية هي اللي حجت إلى مركب مولاي عبد الله بمدينة الرباط. تشوفوا مشاهدينا الكرام الكورفاتشي خاوية، غياب الجماهير العسكرية يعني نشتاق إلى تلك الفرصة الفرجة مشاهدينا الكرام، اشتقنا حقيقة إلى الفرجة مشاهدينا الكرام. يعني المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله يعني حقيقة هادشي يؤلم فاش ما تنشوفوش الجماهير التي تلهب المدرجات والتي يعني تخلق الفرجه مشاهدينا الكرام، تخلق واحد الجو جميل جدا. ها هي الان يعني ما كايناش، تشوفوا واحد قليل من الجماهير العسكريه، ولكن الحمد لله يعني تقدم فريق الجيش الملكي بجوج الصفر هذا شيء ايجابي للجماهير العسكريه. عدد قليل في التريبيل مشاهدينا الكرام تشوفوا ديال الجماهير يقدر بالمئات فقط، يقدر بعدد يعني بسيط لا يتجاوز
عرفت 200 300 متفرج أو. يعني عدد قليل جدا في المجمع الرياضي مولاي عبد الله. مشاهدينا الكرام، اثناء محاوله لفريق الدكالي، لكن تشوفوا مشاهدينا الكرام غياب الجماهير العسكريه. غياب مشاهدينا الكرام الجماهير العسكريه على هذه المقابله، يعني والله يعني تنحسوا قلت انا في البدايه قبيله في جنبات او في المدخل الرئيسي ديال الجماهير العسكريه امام هذاك المدخل، قلت واحد الكلمه وبصح فعلا كنا تشوف ان المدرجات بارده تنقولوا، وفعلا المدرجات ها هي اليوم يعني بارده، ما كاينش فيها ديك الهستيريا وما كاينش فيها داك لاباسيون ديال الجماهير العسكريه اللي عودتنا عليها حقيقه. يعني كتشوفوا مشاهدينا الكرام التيران خاوي خاوي، يعني حقيقه مؤسف، شيء مؤسف. يعني حقيقه يعني ولفنا الجماعه العسكريه، ولفنا الجماعه العسكريه اللي تتاتت المشهد داخل المدرجات، الجماعه العسكريه اللي كتاتت المشهد داخل المدرجات مشاهدينا الكرام، اللي كتدخل الفرحه. يعني ولفنا الجماعه العسكريه، عدد بسيط مشاهدينا الكرام من الجماهير العسكريه هو اللي تحضر لهذه المقابله. يعني الجماهير العسكريه تطالب الان في الاثناء بضربه جزاء اخرى. مشاهدينا الكرام اللي التحقوا بنا الان، تفوق الجماهير، تفوق عفوا العساكر، عفوا تفوق العساكر فريق الجيش الملكي بهدفين لصفر على ارضيته في مدينه الرباط في مركب مولاي عبد الله. غياب الجماهير العسكريه مشاهدينا الكرام يعني حقيقه يعني تحرمنا من جمهور استثنائي مشاهدينا الكرام، جمهور يعني كي يؤتت المدرجات وشي يعني تيخلق واحد الجو ديال الفرجه داخل المدرجات مشاهدينا الكرام. دقيقة مشاهدينا الكرام، دقيقة 19 تقدم فريق الجيش الملكي على فريق الدفاع سجل الدفاع. في أثناء مشاهدينا الكرام يعني دخول بدأتنا مشاهدينا الكرام يعني دخول فريق مشجعي فريق الدفاع الحسني الجديدي. نحاولوا مشاهدينا الكرام على اننا نقربوا لهم. تشوفوا مشاهدينا الكرام هذو هما الفريق مشجعي فريق الجيش الملكي اللي حجوا الى ارضيه الملعب يعني يعني بأعداد يعني قليلة. أعداد لي قليلة مشاهدينا الكرام. يا مشول نعم اخويا كيبدا الماتش لا واخا نحن نحبس